الرحمن الرحيم. النهاردة بنتكلم حصريا لبرنامج السمرة. السمرة احنا بنتكلم النهاردة عن زراعة الحمص، زراعة منسية طبعا. الحمص دلوقتي بينزرع في اخر 11، يعني يعتبر في اول 12، بيقعد حوالي 6 اشهر مع القمح تقريبا زراعة شتوية. الفدان بيجيب حوالي من 15 ل 18 اردب زيه زي القمح. الاردب الحمص بيتباع بحوالي 2000 جنيه السنة دي، لكن الحمص النهاردة مضرور. النهارده في لقاء مع احد المزارعين بيتكلم على الحمص. الزراعه ديت مالها كده اصفر كده؟ والله الجو السنه دي كان شتوي جامد، وكان كان في من كتير نازل وكافحنا كتير، بس والله مش عارف العيب في الادويه، شركات الادويه، ان الدواء مش نافع مش جايب اي نتيجه. بس او احنا زرعنا الزراعه المظبوطه يوم 20/11، لكن اديك شايف المحصول تعبان السنه دي خالص مع الجو. عوامل الجو السنه دي كانت وحشه مش حلوه، وتقريبا والله اعلم واعلم برضه عشان ما نظلمش حد، تقريبا شركات الدواء الوقت الدواء اغلبيته بقى مضروب. فدان الحمص بيتكلف كام في هذا؟ هيتكلف هياخد له 40 كيلو، 40 في 25 يعني يعمل له 1000 جنيه. 1000 جنيه بياخد مصاريف قد ايه طول الست شهور ده كله؟ هياخد رشتين ثلاثه ومغذيات. يعني هيتكلف كام الفدان ده؟ يعني هنقول مثلا هيتكلف له بتاع 1000 جنيه تاني كمان كله. يعني رش كل الحمص على بعضيه ممكن يتكلف حوالي 4000 جنيه غير الايجار؟ يتكلف احنا قلنا 1000 جنيه تجاوي و 1000 و1000 تاني و2000 جنيه يعني 3000. 3000 وجاره قد ايه الفدان؟ جاره الفدان هنا اللي جار عندي هنا ماشي ب 14000. 14 يعني نص سنه يعتبر 7000. يا لا 30 سنه مثلا او نص سنه مثلا ايه يبقى يعني 7000 جنيه وحوالي 3000 يعني 10000 جنيه تلات. يعني هو ممكن يجيب له الفدان حوالي 30000 جنيه لو جاب 15 اردب. زراعه الحمص زراعه ممتازه لكنها تضررت السنه دي، يعني هو ما بيحبش الميه، ما بيشربش خالص الطفى بس مره واحده بس يشرب الطفايه مره واحده طول فتره زراعته، بيشرب مره واحده كل سنه وانتم طيبين، وإن شاء الله نلتقيكم في زراعة أخرى.